مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في برنامج بورصات العالم. سنستعرض سويا البورصات العالميه الاوروبيه الامريكيه والاسيويه، اضافه الى تعاملات السلع والعملات. وقبل ان نواصل نبدا مع ابرز العناوين. المؤشرات الامريكيه تقفز لاعلى مستوى منذ مايو الماضي عقب بيانات فاقت المتوقع من سوق الوظائف. ارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي للمؤشرات الأوروبية رغم خيبة أمل بقرارات الفيدرالي والمركزي الأوروبي. إذن وبداية من المؤشرات الأمريكية، والداو جونز الذي كان على ارتفاعات أسبوعية خلال الأسبوع السابق مع ستاندرد آند بورز أيضا، وارتفاعات كانت جيدة جدا يوم الجمعة على بيانات أو على خلفية البيانات التي كانت قد صدرت عن سوق الوظائف الأمريكية. الداو جونز وارتفاعات ب 0.16%، هذه هي المكاسب الأسبوعية لهذا المؤشر، وهو الآن عند مستوى 13096، هي أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ أوائل شهر مايو هذا العام. ستاندرد آند بورز 0.36% من الارتفاعات أيضا، 1390 نقطة، هذه هي مستوياته وهذه طبعا مكاسبه الأسبوعية. كيف كانت جلسة يوم الجمعة؟ يوم الجمعة كان هناك رالي من الارتفاعات على المؤشرات الأمريكية بشكل عام، وخصوصا بعد صدور بيانات عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي والذي أضافت 163 ألف وظيفة، كانت أكثر بكثير من التوقعات التي كانت عند 100 ألف وظيفة، وطبعا القراءة السابقة كانت 64 ألف وظيفة التي تم إضافتها في شهر جون أو يونيو. هذه البيانات كانت دعمت المؤشرات الأمريكية بشكل والمؤشرات الأوروبية أيضا، طبعا بظل التفاؤل بهذه الأخبار التي تعكس أن هناك نوع من النمو في الاقتصاد الأمريكي وأنه ما زال بحالة جيدة. ولكن لاحظوا هذه هي معدلات البطالة، معدلات البطالة ارتفعت 8.3%، مرتفعة من مستويات 8.2% عن شهر جون. هذه البيانات طبعا جاءت بسبب أن هناك بشكل عام ضعف في الوظائف التي يضيفها الاقتصاد الأمريكي. 226 ألف وظيفة هي معدلات الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، 75 ألف وظيفة هي معدلات الشهرية طبعا للوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني. نحتاج إلى 175 ألف وظيفة كل شهر يضيفها الاقتصاد الأمريكي للحفاظ على مستويات البطالة دون أن ترتفع. طبعا هناك طبعا الآن ارتفاع في هذه الأرقام. إلى الفيدرالي الأمريكي الذي اجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي، والذي كان هناك الكثير من الانتظار في الأسواق لأي قرارات جديدة من هذا البنك فيما يخص القيام بإجراءات لدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي قام به الفيدرالي الأمريكي في هذا الاجتماع؟ أبقى على أسعار الفائدة في طبعا مستوياتها الأدنى تاريخيا بين 0.25% إلى ما بعد 2014. لم يكن هناك أي تلميح بأنه سيقوم بعمليات إطلاق لبرنامج ثالث من التيسير الكمي أو QE3. هذه الأخبار كانت طبعا قد يعني أعطت نوع من خيبة الأمال في الأسواق التي كانت تنتظر أن يكون هناك تلميحات أو يكون هناك قيام بهذه الإجراءات. ولكن على كل الأحوال الفيدرالي الأمريكي كان قد أبقى الباب مفتوحا أمام القيام بأي إجراءات لدعم الاقتصاد، وقال أنه في انتظار في حالة يعني نوع من الترقب للبيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، وإذا ما كان هناك طبعا بيانات سلبية أكثر سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. طبعا أشار إلى التعافي الاقتصادي الأمريكي قد فقد قوته الدافعة، وطبعا هذا شيء يعني نلاحظه في بيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي وأجمالي الناتج المحلي الذي كان قد سجل نموا ب 1.5% فقط. مسؤولو البنك أعربوا عن خيبة أملهم بعد فشلهم بخفض البطالة، طبعا البطالة الآن التي ارتفعت إلى مستوى 8.3%، طبعا وهو يعني من أهم الأهداف التي يعمل عليها الفيدرالي الأمريكي، وتحدثوا أن توترات الأسواق تمثل خطرا سلبيا على الاقتصاد الأمريكي. إذن وهذا الأسبوع كان أسبوع البنوك بامتياز، وأيضا كان هناك اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بعد تصريحات رنانة من ماري دراغي رئيس البنك الذي قال بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بكل ما يستطيع للحفاظ على اليورو. هذه التصريحات التي كانت بشكل عام الأسواق قد أخذتها بشكل متفائل جدا، وكان هناك رالي من الارتفاعات في انتظار ما سيقوم به البنك المركزي الأوروبي. فما الذي فعله؟
أبقى على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها عن 0.75%، طبعا كان قد خفضها ب 25 نقطة أساس في شهر يوليو الماضي، الآن تبقى عند هذه المستويات هي الأدنى له، طبعا هي الأدنى لها في تاريخ البنك. البنك أحجم عن إعلان أي إجراءات فورية لمكافحة أزمة الديون. بشكل عام كان الحديث لماري دراجي الذي قال بأن البنك المركزي الأوروبي ما زال ملتزما بهدفها الأول بتخفيض معدلات التضخم في منطقة اليورو. طبعا الأرقام المستهدفة هي عند 2، يعني ما عند 2 أو أقل من 2%، هي الآن تقف في شهر يوليو عند 2.4%. قال أنه لا عودة في اليورو، وأن صانعي القرار في منطقة اليورو يجب أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للدفع في مجال أو باتجاه وحدة مالية أوروبية، إجراء إصلاحات هيكلية. قال أن ضعف الاقتصاد الآن والنمو في منطقة اليورو يأتي بسبب الضبابية، ضعف الثقة، التوتر في الأسواق، وارتفاع العوائد على بعض سندات بعض الدول، وهنا طبعا بتلميح بشكل رئيسي لإسبانيا وإيطاليا، ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. كان قد قال أيضا أن هناك كان هناك بحث فيما يخص أسعار الفائدة، يعني لمعدلات الفائدة للمركزية الأوروبي. هذه الأخبار التي كانت قد ضغطت على اليورو بشكل عام، ويعني جعلته يخسر الكثير من المكاسب التي كان قد كسبها أمام الدولار الأمريكي. تحدث أيضا عن آلية الاستقرار الأوروبي، والذي قال طبعا كان هناك تصريحات قبل ذلك في بداية الأسبوع الماضي من أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قال بأنه يمكن أن يعطوا آلية الاستقرار الأوروبي الـ ASM رخصة بنكية. هذه الأخبار أيضا كانت قد فالت الأسواق، يعني سيكون هناك دور أكبر لهذه الآلية في شراء السندات، ولكن ما قاله البنك المركزي الأوروبي الآن بأنه ليس قرار البنك المركزي الأوروبي إعطاء هذه الرخصة، ولكن يجب على الدول المشاركة في منطقة اليورو أن تدعم في تفعيل هذه الآلية. قال أيضا أنه سيقوم بعملية سوق مفتوحة أو Open Market Operation التي يقوم فيها البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات بشكل مباشر، طبعا في محاولة لتخفيض العوائد على سندات العشرة أعوام التي وصلت إلى مستويات قياسية خصوصا عند إيطاليا وإسبانيا. إلى ستاندر أند بوز الآن ووكالة التصنيف الائتمانية التي كانت قد قامت ببعض التخفيضات الأسبوع الماضي، بداية من البرتغال، وأكد التصنيف البرتغال السيادي على المدى الطويل عند دبل بي، هذه طبعا مع الحفاظ بنظرة سلبية، ولكنها كانت قد تحدثت بأنها متفائلة جدا بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها البرتغال وتقلص عجز الحساب الجالي الذي يعكس الأداء القوي للاقتصادات. طبعا الحفاظ على نظرة سلبية يعني ذلك بأن الوكالة ستقوم من جديد بتقييم هذا الاقتصاد والنظر من جديد في التصنيف الائتماني له. الآن لنذهب إلى أو هنا لدينا المزيد حول البرتغال وستاندر أند بوز. إذن المخاطر السلبية، إذن الاحتفاظ بنظرة سلبية هنا كان بشكل خاص من ستاندر أند بوز بنتيجة خوف هذه الوكالة من ما يحدث في منطقة اليورو وتأثير هذه الأزمة المتفاقمة على اقتصاد البرتغال بشكل خاص. على كل، نذهب الآن إلى قبرص. قبرص وهناك الكثير من المخاوف بالأسواق وتوقعات من ستاندر أند بوز أن تقوم قبرص بطلب مساعدات قيمته حوالي 11 مليار يورو. هذه المساعدات يعني ستكون بشكل خاص إلى القطاع البنكي. بشكل عام في قبرص هناك انكشاف على اليونان وعلى القطاع البنكي اليوناني. طبعا هذه المخاوف جعلت من ستاندر أند بوز تقوم بخفض تصنيف قبرص السيادي إلى دبل بي من دبل بي بلس. ستاندر أند بوز وضعت قبرص على قائمة المراجعة السلبية، طبعا إذا هي تحت المراقبة، قد يكون هناك تخفيض جديد للتصنيف السيادي لهذه الدولة. طبعا وتوقعات بطلب قبرص هذه المبالغ بأن يكون طبعا هناك مخاوف أن يكون هناك ارتفاع أيضا على معدلات الدين العام في قبرص لتصل إلى مستوى 105% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في عام 2013. طبعا عبء الدين الحكومي سيرتفع نحو 12%، طبعا ذلك حسب ستاندر أند بوز من الجي دي بي في 2012 و2013. وستاندر أند بوز أيضا قد قامت بتخفيض تصنيف الائتماني ل 15 مؤسسة مالية في إيطاليا. إيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تعاني من معدلات دين عامي يعني كبيرة تصل إلى حوالي 120% من إجمالي الناتج المحلي. إذا خفضت التصنيف الائتماني ل 15 مؤسسة مالية، ذلك طبعا بالتزامن مع واجهة إيطاليا ركودا أعمق مما هو متوقع، وخصوصا بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي لثلاثة أرباع متتالية في إيطاليا. استندت على مخاطر الائتمان المتزايدة على إيطاليا وقطاعها المصرفي، وخصوصا بعد أن كنا قد رأينا ارتفاع
المعدلات العوائد على سندات العشرة أعوام الإيطالية التي وصلت إلى ما فوق مستوى 6% الأسبوع الماضي، يعني والتي عادت إلى التراجع فيما بعد. هذه هي المؤشرات الأوروبية الآن، الفوتسي يورو 300 مرتفع ب 2.35%. لاحظوا الارتفاعات في الجلسة الأخيرة على كل المؤشرات الأوروبية بشكل عام بعد بيانات التي كانت قد صدرت عن سوق الوظائف الأمريكية ونوع من التفاؤل، هذا من جهة. من جهة أخرى كان هناك نظر من جديد إلى مقاله ماريو دراغي، يعني رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي قال بأنه البنك المركزي الأوروبي سيقوم بعملية open market operation التي أخذتها الأسواق فيما بعد طبعا بنوع من الإيجابية بأنه سيكون هناك تحرك للمركزي الأوروبي لو أنه بعد وقت قليل. هذا هو فوتسي البريطاني، وأيضا مكاسب أسبوعية ب 2.8% المئوية وهو عند 5787 نقطة، وأيضا لاحظوا الارتفاعات في الجلسة الأخيرة جلسة يوم الجمعة 2.6% المئوية من الارتفاعات على داكس الألماني وأيضا مستويات 6865 نقطة. كاكرانت الفرنسي أيضا ارتفاعات ب 2.8% وهو عند مستويات 3374 نقطة. هذا هو SMI المرتفع بنقطة ونصف النقطة المئوية أيضا، وأيضا كان هناك ارتفاعات في الجلسة الأخيرة جلسة يوم الجمعة، ولاحظوا الأداء الفلات أو المستقر لهذا المؤشر في الجلستين السابقتين اللي كان هنا في انتظار لقرارات الفيدرالي والمركزي الأوروبي. فوتسي ام اي بي وارتفاعات باقل من 4 نقاط مئويه، ايضا مستويات 14142. والى سبين الان، او مؤشر بورصه مدريد المرتفع بنقطتين مئويتين. ومن مدريد كنا قد سمعنا من راخوي رئيس الحكومه رئيس الوزراء الاسباني الذي كان قد تحدث بانه يسعى بان الحكومه تسعى الى خفض الانفاق العام حتى 2014 بحوالي 104 مليارات. كان هناك موجة من الاعتراضات في الشارع الإسباني على هذه الأخبار. طبعا تأتي هذه الأعمال كلها استجابة لطلبات المفوضية الأوروبية التي قالت بأنه يجب أن يكون هناك تخفيض في الميزانية الإسبانية. يعني على ما يبدو بأن 100 مليار يورو التي أقرها زعماء منطقة اليورو لم تأتي من دون شروط في المقابل. طبعا قال بأنه لا نية لخفض معاشات التقاعد، وطبعا هذه تشمل الحزمة السابقة التي كنا قد تحدثنا عنها ب 65 مليار يورو، ولكنه وعد بأنها ستكون المرة الأخيرة التي يعدل فيها الميزانية. طبعا كان هناك أسواق في السوق أو في الشارع الإسباني الكثير من المظاهرات بشأن هذا الموضوع، وخصوصا بزيادة معدلات البطالة في إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية إلى مستويات 24.8% وهي الأعلى في منطقة اليورو. وإلى الكالندر أو أبرز الأحداث والبيانات الاقتصادية التي نترقبها خلال هذا الأسبوع من الولايات المتحدة الأمريكية. كلمة بن برنانكي عن أحوال الاقتصاد الأمريكي، هذا ما ننتظره يوم الثلاثاء، والائتمان الاستهلاكي لشهر جون أو يونيو. الأربعاء طلبات القروض العقارية الأسبوع الماضي، وتقرير المخزونات النفطية الأمريكية الأسبوعي. طبعا هذا التقرير الذي يعتبر مهم جدا بالنسبة لأسعار النفط، أي ارتفاع يكون هناك ضغط على أسعار النفط وتراجع، بينما إذا كان هناك نوع من التراجع يكون هناك دعم لأسعار النفط. يوم الخميس طبعا منتظر الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة، هذا البيان الذي ننتظره كل يوم خميس. الميزان التجاري لشهر جون أو يونيو، ومخزونات الجملة أيضا لشهر جون أو يونيو. يوم الجمعة مؤشر أسعار الواردات لشهر جولاي، وهي النسبة الشهرية يعني بالمقارنة مع الشهر جون أو شهر يونيو السابق، وبيانات الميزانية الشهرية لشهر جولاي أو يوليو. ننتقل الآن إلى المملكة المتحدة، المملكة المتحدة التي كان هناك الكثير من البيانات التي صدرت عن اقتصادها، وكانت بشكل عام لديها نوع من أنه يعني سلبية وانكماش لإجمالي الناتج المحلي البريطاني ب 0.7% للربع الثاني من هذا العام. هذه النتائج التي كانت قد فاقت توقعات المحللين الذي توقعوا انكماش فقط ب 0.2%. اجمالي يوم الثلاثاء الانتاج الصناعي لشهر جون، وهذه طبعا البيانات السنويه او النسبه السنويه بالمقارنه مع شهر جون من العام الماضي. انتاج الصناعات التحويليه ومؤشر هاليفاكس لاسعار المنازل لشهر جولاي كيو ان كيو او يعني لهذا الربع الثاني بالمقارنه مع الربع الاول من العام الاول.
تقرير التضخم من بنك انجلترا المركزي هذا يوم الاربعاء، طبعا هذا البيان المهم جدا بالنسبه للمملكه المتحده. طبعا اذا كان هناك تراجع في هذه المعدلات قد تعطي مجال اكثر لبنك اوف انجلند او البنك الانجليزي للقيام بمزيد من عمليات التيسير. كنا قد في اخر اجتماع له الاسبوع الماضي ايضا كان قد فضل ان يقف في مرحله ترقب لما يحدث في المملكه المتحده ولم يتخذ اي اجراءات. أبقى معدلات الفائدة عن 0.5% هي الأدنى لهذه المعدلات في تاريخ بنك أوف إنجلند، وأيضا كان أبقى مستويات برنامج شراء الأصول عند مستوياتها الآن 375 مليار جنيه استرليني التي كان قد زادها 50 مليار في الاجتماع الذي سبقه. إذن يوم الجمعة نحن في انتظار مؤشر مدخلات أسعار المنتجين ومؤشر مخرجات أسعار المنتجين لشهر جولاي أو يوليو. إلى الصين الآن، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأيضا البيانات التي ننتظرها من هذا الاقتصاد خلال الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الاحتياطي النقدي الأجنبي لشهر جولاي، وهي طبعا بيانات التي نترقبها للربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام. يوم الخميس مؤشر أسعار المستهلكين لجولاي، النسبة السنوية، مؤشر أسعار المنتجين لشهر جولاي وأيضا النسبة السنوية، والإنتاج الصناعي لشهر جولاي بالمقارنة مع جولاي من عام 2011. هذه يوم الخميس أيضا مبيعات التجزئة لشهر جولاي، وهي أيضا النسبة السنوية وطبعا بالمقارنة مع جولاي أو يوليو من العام الماضي. الجمعة نحن في انتظار بيانات الميزان التجاري لشهر جولاي، طبعا التريد بالانس بيان مهم جدا بالنسبه للصين والفرق ما بين الصادرات والواردات. الصادرات لشهر جولاي او يوليو والواردات لشهر جولاي او يوليو. نذهب في فاصل قصير ونعود لمتابعه بورصات العالم. بيت المعلومات برعايه البنك الاهلي المتحد. لوحات المعلومات برعاية QNB. لوحات المعلومات برعاية QNB. بعدما استدركنا أنها شأن يعنينا واتجهت أسهم استثمارنا بحياتنا اليومية وأعمالنا إلى عالم صديق للبيئة، تشاركنا حلولا بديلة خضراء كي يستثمر عالمنا بالأخضر. على شاشة CNBC عربية. وول مارت أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم وأكبر مشغل في أمريكا وأسوأ سمعة بيئية لشركة في العالم المتقدم. CNBC وثائقيات على شاشة CNBC عربية. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان الكريم. نحن كمسلمين ما فهمنا الاقتصاد الإسلامي. هذه فرصتك تكلمي، علي صوتك لأنه في من يسمع. معالي وزير المياه استدعي مرتين. متعب عندكم؟ نعم تفاهم. طبعا هناك ضغوط، ترى السوق غير مسيطر عليه. نحن جاهزون للفحص والتدقيق. هل في شيء الناس ما يعرفوا عن واقع الغرفة التجارية من الداخل؟ في إجابات خلف سؤالك. كودو متى تطرح في السوق الكتاب؟ هل تنصحني أن أطرحها الآن ولا أصبر عليها؟ بموضوعية مع راشد الفوزان على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية STC. تحت ضوء القمر أو نور الفوانيس، بعد حبة تمر ورشفة شاي، تدخل مواضيع الساعة الاقتصادية الاجتماعية
بزي دردشات رمضانية، ونلقاكم تحت خيمة CNBC عربية. حول أداء الأسهم والعملات ينضم إلينا في الاستوديو السيد حسين السيد، مدير إدارة الثروات في شركة جلوبال آي. مرحبا حسين. أهلا بك. إذن يعني الأسبوع الماضي كان أسبوع البنوك بامتياز، يعني دعنا نأخذ أولا البنك المركزي الأوروبي بداية، يعني أنه كانت الأسواق فعلا بانتظار أي قرارات من هذا البنك، وخصوصا بعد تصريحات رنانة كانت لماريو دراغي. كيف ترى القرارات التي اتخذها ورؤية يعني ماريو دراغي للاقتصاد الأوروبي؟ يعني بداية بتوقع أنه دراغي كان خيبة أمل للمستثمرين، كان خيبة أمل كبيرة، مثل ما قلت حضرتك أنه كانت خطابات رنانة قبل أسبوع من الاجتماع البنك المركزي الأوروبي. بنهاية الاجتماع شفنا أنه ما كان في عنا خطوات فعلية اتخذت بهذا الوقت. يعني إذا بس بدي أرجع أنا أنه صار 9 أشهر بالحكم المركزي الأوروبي، أيام تريشيه كان دائما كلماته من ذهب، يعني كان مجرد ما أنه يقول شيء كان ينفذه تلقائيا، والا ما كان يذكر، يعني كان دائما كان غامض اكثر من دراغي. بس كان فعلا هو كنا احنا نسميه احنا عراب الاسواق الماليه، لانه كان فعلا كلماته تؤثر جدا في الاسواق. هلا اللي صار انه يوم طلع فيه قرار المركزي شفنا ان اليورو بدا يهبط، يعني هو ارتفع لمستويات 124، من بعد بدا يهبط لانه ما شفنا احنا في اي قرارات. الأسواق المالية بشكل عام كمان البورصات بدأت تتراجع، لحد ما تاني يوم إجا النون فارم بيرولز هو بيرجع أنقذ شوي السوق. هلأ كمان حتى هون المستثمر بتهيألي إعادة نظر باللي قاله دراغي، فعلا هو ما أخذ شيء أي يعني قرارات في هذا الوقت، ولكن بتهيألي بسبتمبر عم بحضروا لآلية معينة يقدروا يرجعوا يطبقوا فيها القرارات اللي أخذها، منها إنه شراء السندات. طبعا نحن المانيا كانت معارضه بشده موضوع شراء السندات من البنك المركزي الاوروبي، ولكن متهيألي هون في عندك ابحاث حول ما اذا حيتم اتفاق على انه البنك المركزي يتدخل مباشره في شراء السندات مع صناديق الاستقرارات الماليه. بس أو كان هناك معارضه المانيه شديده لحد هلا، المعارضه بعدها قبل الاجتماع. نعم لحد هلا المعارضه بعدها، حتى عم شفت تصريح باخر يومين، معارضه كثير كبيره، منها عدم اعطاء رخصه مصرفيه للاي اس ام، ونفس الوقت انه البنك المركزي يقرض. ولكن بنهايه المطاف لازم يكون في عندنا حلول، لانه اسبانيا او ايطاليا باي وقت معارضه انه تطلب المساعده، خصوصا اسبانيا. نحن عم نحكي مش مساعده فقط اللي شفناها ريستراكشرنج للبانكينج، ولكن عم نحكي على صعيد ديون سياديه شامله، اعاده هيكله للديون. فاسبانيا ما قلت تطلب اي يعني باي وقت ما قلت تطلب هذا الاوبشن. والمساله الثانيه هو اللي كمان ذكرها، انه حيقوموا بسياسات نقديه غير اعتياديه. هلا غير اعتياديه، انا شايف انه في شيء غير اعتيادي بده يكون، يعني اما بده ينفذوا ال تي ار اوز، يا اما ذكرناها نحن شراء السندات، ويا اما تخفيض نسب الفائده عن 0.75%. ولكن لا نحن بس ما فينا الا ننتظر لشهر سبتمبر لنشوف شو القرارات. اللي بيساعد شوي هلا البنك المركزي الاوروبي انه العوائد على السندات عم تنخفض. بس بعد شغله كمان وحده هون اللي ركزوا فيها البنك المركزي، انه حيكون التركيز على شراء السندات يمكن قصيره الامد، على اللي بسموها شورت تيرم ييلد كيرف، على المنحنى العائد. فكمان شفنا نحن العوائد على السنتين، على السندات لسنتين كمان انخفضت بايطاليا وباسبانيا ب 0.8 و0.6%. شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في الاستوديو السيد حسين السيد، مدير إدارة الثروات في شركة جلوبال آي. نهاية بورصات العالم، أشكر لكم حسن المتابعة، تحيات فريق العمل، لقاؤنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.